انا جيت. بصوا، اول وصفه هتكون معانا خليه النحل بالجبنه والزعتر. تمام، بصوا العجين عباره عن ايه. انا هقول لكم مقدار مثلا نص كيلو، علشان ايه؟ براحتكم، لو تحبوا تعملوا صينيه صغيره، عايزين تضاعفوا الكميه زي ما انتم عايزين. نص كيلو من الدقيق، دقيق قوي يكون مكتوب عليه بيتزا او لجميع الاغراض او مخبوزات. تمام، هنحتاج معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ربع كوبايه من اللبن الباودر. ممكن تستغني عن اللبن الباودر، ما تحطيهوش لو مش عندك، او ممكن تقللي الكميه، تحطي معلقه كبيره كده هرميه كده حلوه مثلا بدل ربع كوبايه. اللبن الباودر بيدي طعم ونكهه كده في العجينه ظريفه، لو عايزه تستغني عنه نظرا ان انت مثلا ما عندكيش او كده براحتك، لكن هو هيفرق في الطعم شويه، هيدي تيست كده ظريف. معانا كمان زبادي، تقريبا ربع كوبايه من الزبادي، معانا ربع كوبايه من الزيت، زيت اي حاجه بقى براحتك. احنا هنستخدم الزعتر والجبنه، فممكن نستخدم زيت زيتون بقى، بيبقى ظريف وبيعمل طعم حلو قوي، او الزيت العادي زي ما انت عايزه. هنحط طبعا رشه ملح، معانا كمان زبده، تقريبا ربع كوبايه من الزبده الطريه، ومعانا كمان كوباية بقى، أو يعني حسب بقى المية اللي احنا هنحتاجها. هنحط مية بالتدريج لغاية ما العجينة تلم معانا وتبقى متجانسة كده وتربط معانا وتبقى زي الفل وبس. وشوية جبنة بقى، جبنة شيدر مثلا، جبنة فتة براحتك. ومعانا طبعا بقى زعتر، دقة الزعتر بقى، سمسم بقى وبهارات وزعتر مجفف خطيرة، هنحطها على وش خلية النحل اللي احنا هنحضرها مع بعض، او ممكن كمان نحطها في الحشوة وبس، خلاص خطيرة. نخش بقى على العجان العظيم الحلو ده من كسل. انا هفتح كده ايه، وبعدين برضو ظريف جدا، يعني عامل لنا غطا شفاف كده ظريف، علشان الايه اللحوسة والحاجات دي ما تخرجش برة. وفي السلاح بتاع العجن ده يا جماعة اللي احنا هنعجن بيه، وفي التاني ده اللي هو بتاع الخفق، لما تحبي بقى تعملي كريمة مثلا، كريم شانتي او كريمة الزبدة، ظريف جدا. او الكيكات بقى والكلام ده. فاحنا النهاردة هنعمل عجينة، فانا حطيت السلاح بتاع العجن، بتحط بسهولة، ركبته وزي الفل. عايزين بقى نحط المقادير. هنحط الدقيق، وهخلي شوية كده من الدقيق معايا على جنب علشان ايه ابقى مسيطرة. ونحط ملح، رشة ملح حلوة كده، وهحط كمان اللبن الباودر، ونحط كل المكونات والخميرة والسكر، اهو سكر وخميرة، وعايزة احط كمان الزبدة، زبدة تكون طرية، ونحط زيت زي ما اتفقنا، زيت زيتون او زيت عادي براحتكم، ونحط كمان زبادي كده، ومعايا بقى مية، مية دافية، ضروري المية تبقى دافية بس كده. انا هحط شوية مية كده، حاجة كده خفيفة، وهقفل العجان كده، ويلا بسم الله نشغله. عايزه اوريكم في فتحه هنا في الغطا الشفاف الظريفه دي، علشان احط فيها الميه وهي بتعجن. فده اللي انا هعمله دلوقتي، هشغله يفضل العجان يلف، وازود ميه من معايا، ميه دافيه، لغايه ما الاقي العجينه لمت معايا واشوف اخبارها ايه. يلا بينا. واجيب الاسباتيولا بتاعتي والم كده كل الدقيق كده اهو،
علشان ايه يعجنهولي ويظبطلي الدنيا. حلة كمان من الستانلس القوي يعني ما شاء الله. يلا بينا. شوف ايه الاخبار يا جماعه، خطير. ربط لي العجينه وعمل لي كده ايه اهو زي الفل، تحفه. العجينه معايا، خد منها حته كده، بصوا تجنن والله العظيم. بصراحه اغير رايي، اصل انا دايما بعجن بايدي. بعد ما بنعجنها ممكن في نفس الحله كده بتاعه العجن نقوم مغطيينها بفوطه ولا حاجه او كيس بلاستيك حتى على الوش كده، ونقفل عليها، نشيل الحله دي كده ونقفل نغطي عليها ونسيبها تخمر. انا عايزاها تاخد لها مثلا ساعه الا ربع ساعه، الجو ابتدى يسقع شويه الايام دي، فهتلاقي بقى خلاص تاخد منك وقت، او تنقليها خالص تشيليها من الحله بتاعه العجان في طبق كده وتغطيها حلو، تحطيها في مكان دافي بقى، مثلا تكوني مشغله الفرن شويه فدفى المنطقه كده حواليكي ولا حاجه، وتسيبيها تخمر معاكي يتضاعف حجمها وتبقى جاهزه معانا على طول ان احنا ايه نشتغل بيها. انا هقفل بقى العجان الحلو ده. العجان ده يا جماعه من كاسل، براند كاسل، موجود في كل الاسواق المصريه. هتلاقوا بقى يعني مش بس العجان ده، خلاط هاند بلندر عندهم كمان، البوتاجاز الكهرباء، المايكرويف، شاشات تلفزيون، ثلاجات ميني بار كده برضو ظريفة جدا. عندهم حاجات كتير بموديلات كتير وأسعار حلوة وجودة محترمة، خصوصا إنها إيه حاجات مصري زي ما قلتلكوا. فإن شاء الله يعني لأي حد بيسأل أهو كاسل أهو. أنا عايزة أشيله من هنا علشان بس إيه أعجن على القرمة. أحط العجان هنا كده، باخد بقى القرمه الظريفه دي علشان اجيب لكم العجينه بعد ما اتخمرت، ونبتدي بقى نكورها ونحط لها جبنه، اي نوع جبنه تحبيه هيبقى ظريف جدا وهيبقى معاكي زي الفل. انا بفضل الجبنه تكون حادقه شويه، بتبقى اظرف والذ مع حشوات بالذات المخبوزات. بس كده انشف اي ميه، وهجيب بقى رش الدقيق اهو كده، وناخد العجينه الحلوه. يا سلام، العجينه دي برضو معموله بالعجان بتاع كاسل. بصوا اهو، اهي بقى كده نلفها كده على نفسها. تمام، وابتدي بقى ايه اعملها كور او اقطعها بحيث ان الكور تبقى كلها حجم متناسق. هقول لكم ازاي. يعني انا كده بعد ما قفلت كده العجينه دخلتها في بعضها كده كويس قوي، ممكن بقى اجيب سكينه، تعالي يا سكينه، ونقطعها كده بحيث ان احنا ايه يعني لو انت مش عارفه تخلي الكور كلها تبقى مقاس واحد، ممكن عن طريق التقطيع بقى بالشكل ده، تقطعي اربع وكل ربع كده ايه جزء من العجينه، يعني ده يسهل عليكي شويه. بالشكل ده واي بقى عجينه كانت متقطعه معاكي اصغر شويه، يعني ضم الصغيرين مع بعض. يس. وعايزه اجيب صينيه، وليكن مثلا احنا ممكن نعمل في الطبق ده، الطبق ده بيدخل الفرن، ناخد بقى كده ايه قطعه من العجينه، عجينه هايله ما شاء الله، ونجيب جبنه. انا افضل جبنه تبقى رومي او جبنه بقى براميلي، جبنه مثلا فتة. عملنا كده كوره ظريفه ونرصها في الطبق، وهكذا بنفضل نعمل كمية العجين كور كده مع بعضه ونخليهم جنب بعض. مش هنخليهم جنب بعض قوي لان لسه هيخمروا مرة كمان قبل ما ندخلهم الفرن، فلما هيخمروا مرة كمان هيلزقوا في بعض، فاهمين قصدي؟ فانتوا بصوا اعملوا مسافة كده
المسافة دي كويسة قوي ما بين كل كورة والتانية علشان نديها فرصة لما تخمر مرة كمان نلاقي الكورتين يتقابلوا كده مع بعض، فاهمين قصدي، ويتضخموا كده وبقوا ايه جاهزين للخبز. بندخلها فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، بتاخد لها تقريبا 30 دقيقة، يعني من 20 ل 30 دقيقة تبعيها، بحيث انها ايه تاخد لون وتبقى خطيرة. اول ما بتخرج من الفرن بندهنها دهنة زيت زيتون على الوش، وبنقوم مرشين زعتر، يا سلام، بس بتبقي خلصتي خلية النحل بالزعتر والجبنة تجنن فظيعة، كل واحد ياخد له كورة كده تبقى تحفة والله، حتى كمان وهي سادة بتبقى خطيرة.